طيب نطلع هون ناخذ اول شيء نراجع الفكره الاساسيه تبعت الانيرشا اللي هي سكند مومنت اوف ماس. اللي وحدتها كيلوغرام متر سكوير. هاي اخذته مش هيك سكند مومنت اوف ماس، يعني باخذ الماس بعملها سكند مومنت حوالين اكسس معين. فاحنا لو جينا هون على اكسس ثابت وعندي هون جسم، والجسم هذا فيه له كونسترين هذا الجسم، ممنوع هذا الجسم يلف غير حوالين هذا الاكسس. فعندي هون اكسس واضح رح اسمي هذا الاكسس مثلا اي اكس اكس. اذا هذا الجسم بقدر اقول انه فيه له سكند مومنت اوف ماس اللي بالعاميه بنسميها انيرشا او ماس انيرشا، مش اريا انيرشا، هذه ماس انيرشا. بنقول انه هذا الجسم توزيع الاجزاء اللي موجوده فيه حتى لو ما كانش منتظم، يعني هذا مش شرط يكون منتظم حوالين هذا الاكسس، ممكن يكون هيك شكله مثلا. اوكي هذا واضح انه مش سيمتريكال حوالين هاي النقطه، وحتى مش شرط يكون سيمتريكال حوالين اكس، يعني ممكن يكون عندي جسم يمكن اخذتوه حتى انتوا اخذتوه بال لما اخذتوا البارلل اكسس ثيريوم واشياء زي هيك. طيب هذا الجسم له انيرشيا حوالين هذا الاكسس مظبوط، مش سيمتريكال حوالين هذا الجسم، هل سيمتريكال حوالين الاكس اكس اكسس؟ لا، لكن له سكند مومنت اوف ماس، وبقدر احسب هذا السكند مومنت اوف ماس تبعت هذا الجسم حوالين هذا الاكسس. اذا بنيجي بنقول انه التورك، اذا حطيت تورك على اكس اكس راح يتولد عندي مش هيك حوالين هذا الاكسس. فبنيجي بنقول انه اذا حطيت تورك بوزيتيف تورك او نيجاتيف تورك حوالين هذا الاكسس اكس اس، حطيته على هذا الجسم راح يتسارع تسارعه راح يكون بتناسب مع او الريشو بين التسارع على الاكسلريشن راح يساوي اي، او التسارع الناتج راح يكون تي على اي راح يعطيني الاكسلريشن. هذا واضح مش هيك؟ هذه 1 ديجري اوف فريدم، هون بنحكي عن سكيلر او تنسر اوف 0 ديجري. هذا عندي هون وهذا بيعتمد توزيع الماده، كل ما الماده كانت موزعه اكثر وبعيده عن هذا الاكسس راح ترتفع الانرشيا تبعتها مضبوط؟ حتى لو كانت نفس الوزن، يعني لو جبت انا الماده هاي وبعدين كانت زي معجونه وضليت اغير فيها بحيث اني بعدتها، يعني لو اخذت نفس الماس هاي وعدت ترتيبها او عدت تشكيلها بحيث انه صارت معظمها مركزه هون مثلا وعملتها ديسك مثلا، فوزعت الماده معظمها بحيث انها صارت اخذت هاي الماده وهي اكس اكس هون طلعت عليها من جهه ثانيه بزيد الانيرشيا مش هيك؟ عم بعد القطع عن الاكسس، لما بعدت هذول القطع عن الاكسس من هون رفعت الانيرشيا رغم انه نفس الماس، هاي ممكن تكون لها نفس الماس اللي موجوده هون، اذا هذا بنسميه سكند مومنت اوف ماس. هلا كمان لو عندي هذا الجسم، هاي جسم جبنا بلوت جسم من هون وحطيت له 3 اكسس وسميت هذول الاكسس هي اكس عشان يكون رايت هاند كوردينيت سيستم من هون، وهي هذا سميته الاكس البوزيتيف والواي البوزيتيف والزد البوزيتيف من هون، وهذا جسم مش اريا هذا جسم، وهذا الجسم جيت سمحت له بس يلف حوالين 3 اكسس يلف، يعني ممنوع يلف غير هيك، ما بيقدرش يلف غير حوالين الاكس او الواي او الزد. ممكن اقول اذا حطيت تورك على الاكس اكس من هون راح يتولد عندي تسارع بالاكس اكس، واذا حطيت على الواي واي راح يتولد عندي تسارع بالواي واي، واذا حطيت هون زد زد راح يتولد عندي تسارع بالزد زد. اوكي بس هذا كونستريند ممنوع يلف، هو فيش له غير 3 اكسس، والثري اكسس هذول هي الاكسس اللي بيقدر يلف عليها، واذا حطيت عليه تورك على الاي اكس اكس اكسس راح يلف يصير فيه له تسارع حوالين الاكس اكس اكسس وبس، واذا حطيت عليه تورك هاي هون حط تورك ها، اذا حطيت له تورك هون واذا حطيت له تورك هون واذا حطيت له تورك هون راح يصير فيه له تسارع. هذا نفس هذا زي قانون نيوتن بس حولناه للروتيشنال مش هيك؟ عندي التورك، ايش وحدة التورك؟ نيوتن متر هون كيلوغرام متر سكوير، وهاي ريديوس بير سكند سكوير، هذا بيشبه اف بيساوي ام في بس بالعالم الدوران. وهون عممنا له 3 اكسس، حطينا اي اكس اكس واي 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 زد زد، وهذا الجسم هون كونستريند ممنوع انه يلف غير حوالين الثلاث اكسس هذول، فاحنا حاطين زي شيء معين او هذا مانعينه بحيث انه ما يلفش غير حوالين الثلاث اكسس اللي موجوده هون. هاي هي الفكره الاساسيه البسيطه جدا بال 3 لما يصير عندي 3 degrees of freedom صار عندي بامكاني انه يلف او بامكانه يلف حوالين اي واحد من الاكسس.